شوف يعني بالنسبة للمنتخب الوطني ربما هو اللاعب اللي موجود في الفورمة هو اللي يلعب، واللاعبين اللي موجودين في الفورمة ما نظنش بلي كل الأسامي هذه. سليماني يقدر يدير فيه احتقان لأنه محتاجه، ولكن مثل ديلور أنا نظن بلي راهو في فترة صعبة، يقدر ربما يكون مع المجموعة داخل التربص ولكن ما يكونش في اللاعبين اللي يبداو او يلعبوا المقابله. ديلور شيخ محمد لعب 22 مقابله، اعطينا احصائيات ديلور. ديلور لعب 22 مواجهه هذا الموسم، لكن ارقامه جد جد ضعيف. لا مر بفتره صعبه في نيس، الاصابات وبعدين ما عدم يعني اعتماد عليه من طرف المدرب، ومشات له هذيك يعني الثقه هذيك لا كونفيونس راحت له، ولهذا اليوم استرجعوه فريق نونت. هو معروف بالعمل تاعو البدني، معروف باعطائه يعني 100% في سواء في التدريب او في المقابلات، يعني نتكلوا عليه انه يجي ولكن ما يجيش في هذه الفتره. والمقابله الجايه ما هيش مقابله كبيره، صحيح ما هيش مقابله كبيره، يعني يحتاج ربما لاعبين اللي يعاودوا يرجعوا الهيبه للمنتخب بالنتيجه والاداء، ويحتاج انه يدخلوا لاعبين يعرفوا بعضهم، وبعدين اللاعبين الشبان اللي راهم رايحين ربما يدخلوا في المنتخب مازال عمل طويل امامهم، سواء بعد التاهل او في الفتره القادمه بالنسبه للبطوله الافريقيه اللي راح تندر ان شاء الله.